رجعنا تاني والفقرة الحوارية وفراشات وعمالقة الأسكندرية أصحاب الدوري والكاس والسوبر في كرة السلة. بنرحب بيكم. الأول نرحب بكابتن محمد محروس مدير الفني لنادي سبورتينج. مبروك كابتن. الله يبارك في حضرتك. ثلاث بطولات السنة دي بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. مرسي. وبنرحب طبعا ببطلاتنا ولاعباتنا الكبار كابتن هاجر عامر. زي حضرتك. يعني اعتقد ان بعد فتره هتكون واحده من اساطير كره السله المصريه. ميسي جدا صح وافضل لعيبه الموسم ده. الحمد لله. ميسي جدا لحضرتك كابتن اسرار ماجد. وهنتكلم عن الاسرار بقى. براحتك. صح. طيب هنبدا مع كابتن محمد. اخبارك كابتن؟ تمام والله الحمد لله. يعني حرس كره السله المصريه اللقب ده اطلق عليك في دوره الالعاب الافريقيه صح؟ احنا بس انا قلت يعني اقري الجمهور يعني انا عارف حضرتك وعارف طبعا التاريخ يعني. طبعا الثلاث بطولات السنه دي كانوا جامدين جدا. المنافسه كانت شرسه. اكيد اصعب المنافسات في الثلاث بطولات بالنسبه لحضرتك او بالنسبه للفريق يعني. والله هو دايما بيبقى اصعب حاجه هو الدوري. بطوله الدوري الممتاز ماتشات كتير. ماتشات كتير طبعا. البيست اوف فايف اللي احنا بنلعبه ده بيبقى صعب جدا ونفس طويل. عايز فرقه جاهزه بدنيا، عايز فرقه عندها تنوع في الهجوم والدفاع عشان يقدر يواصل الانتصارات ويحسم الدوري يعني. فهو اصعب حاجه اكيد يعني. تمام. الكاس ما بقاش مضمون. الكاس تبقى مباراه واحده بتبقى ليها ظروفها بقى وليها يعني حسابات خاصه، لكن هو اصعب حاجه الدوري طبعا. طب السوبر بقى؟ السوبر احنا برضه مباراه واحده بتبقى اول السيزون دايما. وبعد ما خدنا السوبر جينا عندكم هنا وكان وشكم حلو علينا جدا الحمد لله، ووعدناكم ان احنا هنجيب بقيه البطولات والحمد لله نفذنا. يعني على طول مع اي بطوله سبورتنج يجيبها هتكون معانا. مفيش كلام. صح ده وعد. وعد كابتن هاجر. تاريخ كبير بعد كده في توقف، فتره توقف 3 سنين وبعدين عوده وافضل لعيبه في مصر الحمد لله. عايزين نعرف بقى التحديات اللي كانت في الكامباك او العوده. هي طبعا توقف 3 سنين ده فترة طويلة جدا على اي لاعب بيلعب على مستوى بروفيشنال يعني. فطبعا كان في مجهود كبير، بس السبورت اللي لقيته من فرقتي ومن المدربين بتوعي طبعا يعني كان على طول بيدفعني ان انا اموت نفسي اكتر وارجع زي ما كنت واحسن كمان. فالحمد لله يعني وصلت لده. والسيزن ده يعني كان سيزن اكسبشنال لينا كلنا يعني، حاجه تفرح يعني. انا سعيده بالسيزن ده جدا 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 ان احنا نقدر ناخد 3 بطولات ومع فرقه اغلب الفاينلز يعني مع فرقه الاهلي، وهي فرقه تحترم وفرقه قويه جدا. فالحمد لله كان سيزن جميل جدا يعني. هو انا اللي عجبني في الموضوع، التحدي اللي عجبني في الموضوع ان الموضوع كده فيه احترافيه اكتر عندك. وده مثال لكل اللاعبات اللي يعني بتمر بظروف الحمل والولاده. بالظبط. في منهم بيبطلوا بصراحه، ولكن لما نشوف حتى على المستوى العالمي سيرينا ويليامز حصل معاها نفس الموضوع ورجعت اقوى من الاول. بالزبط. اليكس مورجان رجعت اقوى من الاول، حتى نور الطيب في السكواش. بالزبط. فدي رساله انت بتوجهيها لكل البنات اللي بيلعبوا رياضه. بالظبط. هي يعني رساله ان هو عامه لو حد حط في دماغه ان هو يوصل لحاجه ولا امومه ولا ايه يعني، طبعا انا اللي هو عايزه هيموت نفسه وهيتمرن وهيحط الوقت ليه هيوصل له يعني ان شاء الله. هو برده كمان الفكره انا مش يعني هقف. أيوة على الموضوع ده شويه. ايوه طبعا. الفكره الجميله ان انت ترجعي، مش ترجعي بس، لا انت رجعتي وخدت افضل لعيبه في مصر. الحمد لله. هي ده هو ده التحدي اللي بنتكلم فيه. بالظبط. يعني كان انا عندي يعني انا قلت لو مش يعني مش هرجع 1% اقل من مستوايا قبل ما ابطل يعني. فانا ده كان هدفي يعني. والله برافو عليك ومبارك لكم طبعا. كابتن اسرار ماجد. ايه الاسرار؟ اسرار البطولات بقى. الاسرار في الملعب وتحت الباسكت. والله اصعب بقى، اصعب المواجهات واصعب اصعب مواجهات. هي كلها معرفة. اعتقد مع الاهلي السنه دي عشان هو منافس بقاله سنين. احنا والاهلي منافسين مع بعض في الدوري كاس كل البطولات يعني. فهو بيبقى اجمل ماتشات معانا بتبقى الاهلي يعني. تمام. بيبقى قتل فريق دلوقتي. زمالك والله يعني لسه يعني مش يعني بعيد شويه، بس اعتقد ان هم هيعملوا تدعيمات كويسه وهيرجعوا يعني في السنين اللي جايه ويقدروا ينافسوا بقى معانا. تمام. انا بسال السؤال ده لان دايما يا كابتن بنشوف الايه البطولات مقتصره على ناديين اهلي زمالك. دلوقتي السيزون ده فعلا لا في تحدي كبير في كل الالعاب، العاب الصالات. بالظبط. يعني الباسكت وحتى الهاندبول شفنا التقرير قبلها. سبورتنج برده عامل شغل جامد في الهاندبول في الرجال وفي السيدات. بالظبط. وفي الباسكت دلوقتي ان سبورتنج 3 بطولات يعني منافسه بقوه. انا مش هتكلم عن اسكندريه اكتر، اسكندريه اللعبه الشعبيه الاولى في الباسكت صح؟ تمام. طيب شايف
المنافسه السنه الجايه بقى عامله ازاي؟ هتحافظ على الثلاث بطولات ازاي؟ المهمه بقت صعبه. مهمه صعبه جدا جدا، اصعب من انك تحقق البطوله انك تحافظ عليها طبعا. تمام. وكمان في اللي انا شايفه اليومين دول ان كل الفرق وكل الانديه مهتمه جدا بكره السله سيدات، وبيجمعوا وبيخطفوا يمكن اللعيبه اللي في السوق دلوقتي الانتقالات، فكله بيجهز الموسم الجديد يعني بحاجه لافته للنظر جدا، ان الناس بتتصارع على الصفقات الجديده علشان يعملوا سيزن كويس. ده طبعا هيصعب موضوع المنافسه جدا. جدا. طيب سؤال تاني كابتن كده، انت حضرتك دربت في السعوديه؟ تمام. فرق رجال؟ تمام. مظبوط؟ تمام. الوحده على ما اعتقد؟ انا دربت الفتح ومصر واحد. مظبوط؟ تمام. طيب فرق التدريب ما بين الرجال والسيدات؟ والله من غير كسوف ما تكلمش. لا لا خالص، مش عايز غير كل خير. هيسمعوا بعد كده هم يتصرفوا بره الحلقه بقى. والله انا مش هقول كلام يعني كتير. انا هقول ان بمنتهى الامانه ما بيفرقش كتير. تمام. تمرين البنات عن الاولاد، البنات يمكن الاولاد جد اكتر، مركزين اكتر، لكن البنات التزام، سمعان كلام، احترافيه في التعامل، ما يقلوش ابدا خالص عن الاولاد في اي حاجه خالص. في حته صغيره كده جميله قوي اللي شفتها فيكم في الماتشات، الروح. طبعا. الروح اللي في الفرقه. طبعا طبعا دي حاجه لا تكتسب، ما تتعلمش. مظبوط. بالظبط. الروح انا يعني لسه كنت بتكلم عامه مع كابتن حورس واسرار، ان الروح في الفرقه دي بالذات في الفئه العمريه دي، يعني ان انا الاقي، انا لسه بقول لهم يعني انا مثلا اضيع كوره الاقي اللي ورايا يلا يلا هجيب اللي وراها والتصير اللي وراها، يعني احساس ان كل واحده في ظهر الثانيه، ان هي بتتمنى لها ان احنا كلنا نكسب. يعني الهدف مش ان واحده تلعب حلو، الهدف ان احنا نكسب، وده ان الهدف ده يبقى حاجه مشتركه ما بين، وان احنا كلنا بنزق بعض وبنرتاح نفسيا مع بعض، والروح طبعا الكوتش عاملها والفرقه والوحش بتاعنا ده عاملها. فالروح دي حاجه يعني اهم من اي، يعني ممكن يكون لعيبه كتير بس ما عندهمش روح، بس لما يكون فرقه روحها قويه ومترابطين وعايزين يكسبوا، عايزين يكسبوا دي اهم حاجه، بتفرق كتير جدا. هو احنا مكملين بعض الصراحه، يعني احنا اللعيبه كلها شايله بعض، ولما حد فاهم بيقع مننا احنا كلنا بنقف ظهره، فهي دي كانت ميزه عندنا يعني غير اي حد. بس حضرتك يمكن اثرت النقطه بتاعت الدينامو بتاع الفرقه قدامك. هي اسرار، هي الدينامو بتاع الروح. انا 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 ده اللي انا عايزها تتكلم. لا هي جوه الملعب حاجه تانية، جوه الملعب شغلة نشاط يعني من كل حاجه، سواء في الملعب في تسجيلها السكور او تشجيعها لزمايلها وادائها الدفاعي والهجومي، طبعا هي فعلا حاجه جميلة. لا وانا في الملعب بسخن فمش بحس بنفسي. في حاجات بتطلع مني انا ما بحسش بيها. ما هي دي الروح اللي بتتكلم فيها. ايه؟ روح المكسب اللي احنا بنتكلم فيه. لا هي روح مكسب، يعني احنا اصلا لابسين تي شيرت سبورتنج، احنا بننزل عايزين ناخد كل البطولات، بنلحس تراب الملعب بالمعنى، فلا احنا بيبقى عايزين نكسب يعني، فبنبقى متحمسين قوي في الماتشات الصراحه يعني. بس فهو الحمد لله يعني. انا عجبتني بصراحه كلمه نلحس تراب الملعب دي. لان كلمه بيقولوها الرجاله اكتر، او اللعيبه بيقول لك انا همسح الملعب بس نكسب بطوله. هي بقى اللي حضرتك شايفه ده بتعمله في الملعب من غير ما تحس، بتطلع لنا شويه حاجات كده خطيره. الله اكبر. هو ده الكلام، هو ده الكلام. طيب الموسم الجاي شايفين الدنيا عامله ازاي؟ وشايفين المنافسه هتبقى ازاي؟ وشايفين المحافظه على الصعوبه اللي انت عملتوها؟ بالظبط. هو المحافظه على المكسب اهم، يعني الواحد يكسب مره بس المره، يعني احنا كسبنا الحمد لله دلوقتي بقى لنا سنتين بناخد الدوري، فالمحافظه عليه كل مره احنا بنكسب الناس بتدعم اقوى. بس انا شايفه في الاخر يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله السنه اللي جايه برده نعمل شغل محترم جدا. حلو. صار في حد كلمك كده انتقال ولا حاجه؟ اتكلم بقى في السياسه. بص هقول لك، اسمك جاي على كل الاسئله ليكي. في اسرار، في اسرار في المصح. لا عادي والله، يعني هو كده كده يعني يعني الناس دلوقتي انت فتره خلاص كله عايز يعني يحسن فرقته، عايز يشوف صفقات، واحنا كمان عايزين نشوف صفقات. بس احنا ميزه عندنا الصراحه ان احنا لسه الجهاز مش بيدور على اي حد في السوق، يعني هو بيشوف لا احتياجات الفريق فين واحنا بنجيبه، يعني مش بنجيب بقى اللي هو اي حد، احنا مش عايزين مثلا بوزيشن ده، لا احنا بنشوف مثلا احنا عندنا نقص في مركز ده نجيبه، المحترفه محتاجينها في حته فبنجيبها، مش بنجيبه خلاص يعني. فهي دي بصراحه حاجه كويسه، وال يعني الجهاز الفني كله بيشتغل مع بعض في النقطه دي، بيتفرجوا برده على ماتشات وحاجات عشان يعني يشوفوا احنا مين يناسب معانا في الفريق. بس كويس قوي. طيب كابتن، القاعده في سبورتنج عامله ازاي؟ قاعده الناشئات و
والبراعم في سبورتنج بالنسبه للسيدات شايفها ازاي وشايف انها تدعم ولا لا؟ والله اكون صريح معاك صريح انا اسف احنا قاعدين قعده صراحه كده ويعني انا شايف ان عندنا الفتره اللي فاتت كان عندنا مشكله كبيره في قاعه النشاط. تمام. يعني احنا اتربينا وانا كبرت في نادي سبورتنج معروف سيدات سبورتنج سواء درجه اولى او ناشئات بياخدوا على طول مراكز اولى على طول بياخدوا بطولات جمهوريه مفيش كلام يا يعني لازم الثلاثه الاوائل لازم. تمام. طبعا احنا بقالنا دلوقتي كذا سنه يعني فتره بنتكلم في 6-7 سنين للاسف ما بنحققش بطولات جمهوريه في الناشئات بعيد عن التتويج عن مراكز الاولى اول تاني تالت. فطبعا اكيد كل الناس سواء اللي كانت موجوده او اللي موجوده حاليا يعني همها اهم حاجه عندها شغلها الشاغل الموضوع ده ان احنا عايزين نرجع تاني زي ما كنا نرجع تاني بننافس على كل المراحل السيدات في مصر واعتقد ان دي الخطه اللي جايه ان شاء الله. هو ده اللي بنتكلم فيه دايما لما بيكون في قاعده تمام بيكون القمه قويه جدا. بالظبط. لان لو القمه قويه مفيش قاعده دعم هيحصل فيه الدروب. بالظبط بالظبط. وخصوصا طبعا زي ما كنا بنتكلم مع الكباتن ان هيبقى في تدعيمات الفرق الثانيه هتدعم واكيد هينطلب منهم لاعبات صح من سبورتنج يروحوا الفرق الثانيه صح بتعرض. بالظبط مظبوط. وهي دي المشكله دايما اللي بنشوفها حتى في الرياضه في مصر يعني دي حاجه شخصيا بتضايقني. طب انت عندك عروض ليهم عشان انا شايفك عمال تهاجم. لا والله بس لا بس هو اكيد حصل صح ولا لا؟ صح طبعا. بس كده هي دي الفكره. ليه؟ لان انا بشوف دايما لما يكون في فرقه طالعه معلش بصراحه بتفضى تكسب اهلي وزمالك. ايوه ياخدوهم كلهم. شوف بقى العنصرين الجامدين ناخد هنا وندعم هنا وندعم هنا عشان برضه يفضل اهلي وزمالك. هو حق مشروع. ايوه هو حق مشروع. لا طبعا مفيش كلام طبعا. هي دلوقتي الناس كلها تبص على الاحترافيه اكتر من الانتماء يعني فهي دي بقى خلاص الفرق كلها بتدور على الحته دي يعني كله بيروح في الاخر زي ما حضرتك بتقول الاهلي والزمالك يعني. ايوه هو مش عيب. موضوع ما هو الكوره احترافيه مظبوط. الكوره فلوس الكوره هي اللي بتعمل كده. مظبوط الاحترافيه اصلا الموضوع صح. لا هي بس هي ميزه برضه يعني ان انت بس لما تلعب مع جمهور اهلي او زمالك يبقى في ناس في ظهرك برضه بقى كتير طبعا يعني واتحاد. فطبعا في ناس بتحب كده في ناس بتحب ان هي نفسها تلعب مثلا ويبقى في جمهور طبعا حاجات غير يعني. ففي مثلا في بعض اللعيبه عايزين كده يعني في لعيبه لا مش بيحبوا مثلا شو او حاجه بيحبوا لا يعني نلعب كده في الجنب كده احنا. حلو. في موقف صعب جدا بيحصل في الملعب او حصل في الملعب واسرار كانت ورا ان الموقف ده يخلص وبوش للفريق كله صح؟ موقف ولا موقفين او اكتر من موقف حصل صح؟ صح. اني موقف صح؟ في مواقف حصلت كتير اكيد في مواقف. لا انا بس يعني بزهق على طول. صوتك باين في الملعب. لا الموقف اقوى يعني مثلا اكتر موقف تعرضنا له في الدوري الاخراني ده الخساره مثلا في جيم 3 يعني احنا كسبنا جيم 1 و2 خسرنا جيم 3 وجيم 4. فجيم 3 طبعا بعد اي خساره عامه نفسيه اللعيبه كلها بتنزل احنا عملنا ايه وكله ابتدي يعني لا في المكسب حتى لو احنا غلطانين محدش بيلوم التاني يعني خلاص احنا كسبنا والموضوع اتقفل والماتش اتقفل. طبعا بنتفرج وكابتن حراس بيعمل معانا اناليسز وبنشوف ايه المشكله لو في مشاكل نحاول نحسنها وبعد كده. بس جيم 3 بعد ما خسرنا اكيد النفسيه بالجهاز بكله بتتاثر فان احنا نقدر نلم بعض هي دي كانت التشالنج يعني كنت شايفاها من اهم التشالنجز ان احنا نلم بعض ونكسب جيم 4 دي كانت اهم عشان احنا مثلا السيريس اللي فاتت خسرنا جيم كسبنا 1 و2 وخسرنا 3 و4 فانا ما كنت يعني كان الهدف بعد جيم 3 ده ان احنا خسرناه ما نخسرش مثلا جيم 4 فان احنا نلم نفسنا بعد الخساره فدي مثلا كانت بالنسبه لي اكبر تشالنج في السيريس دي. لا اول ما خسرنا اصلا احنا هجر على طول في الاوضه احنا اتجمعنا كلنا في الاوضه طلعت بقى الشغل كله عادي تاهيل بقى بجد بجن كده عشان بس ارجع تاني. ما هو دور القائد لازم دور القائد هو يبدا يرجع يعني يعني زي ما احنا بنقول نرتب الاوراق تاني. طبعا ده غير دور الجهاز الفني اكيد تمام ماتشين وبعدين الماتش الثالث كان خلاص خطوه. طيب هنا بقى الترتيبات الفنيه والتكتيكيه بقى ايه اللي حصل؟ والله هي طبعا الدور اللي هم اول يعني اول حاجه كلاعبات وطبعا كابتن الفرقه هجر طبعا ما بتاثرش خالص في الموضوع ده هم بيحسوا مسؤوليه جدا وكانوا زعلانين جدا على ماتش الخساره وابتدينا ان احنا اول نطلعهم من مود الخساره انت بتلعب ماتش وتريح يوم وتلعب الماتش تمام فطلعناهم من جو الخساره ورجعنا تاني لجو الانتصار تاني ان احنا لازم نكسب طب تعالوا نتكلم احنا ليه خسرنا وايه اللي حصل
وعالجنا الموضوع وكانوا مستوعبين جدا جدا ان هو ماتش وارد جدا في الباسكتبول ان انت يحصل دروب في حاجه او ما تبقاش يعني فول فوكس في ال 40 دقيقه اكيد. فالحمد لله عالجنا الموضوع واستوعبنا وتعلمنا الدرس وخدنا جيم فور وخدنا البطوله. وبنقول لكم مبروك مره ثانيه، ولكن هنكمل حديثنا ولكن بعد فاصل قصير. نستاذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. رجعنا تاني والحديث الشيق مع بطلات الكاس والسوبر والدوري لكرة السلة. كابتن هاجر، كان في إصابات في الفريق وده بيأثر بالسلب على اللاعبين التانيين صح؟ أكيد طبعا. إزاي بتعدوا بقى الموضوع ده لما يكون في لاعب مهم يصاب؟ أي احنا اتعرضنا لإصابتين كانوا مهمين جدا. كانت المحترفة بتاعتنا اللي هي مونيك كانت في بداية السيزن كان عندها مشكلة في ركبتها، احنا نعتبر لعبنا كاس السوبر كله من غيرها، بس برضو احنا قعدنا مع بعض واحنا يعني نقدر ونشوف الحمد لله يعني لعبنا الأهلي بالمحترفة بتاعته كانت متواجدة يعني وكسبنا الحمد لله. ده كان كاس السوبر. والإصابة التانية برضو كانت مهمة جدا وكان اعتماد كبير عليها منار إيهاب. كانت طبعا صليبي والحمد لله خلاص خفت يعني الحمد لله تبقى معنا في السيزون اللي جاي إن شاء الله الشفاء وترجع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أحسن من الأول ملعب. كمان طبعا لعيبة مهمة جدا وهي ما شاء الله عليها يعني من أسرع لعيبة يعني تعتبر أسرع لعيبة في مصر يعني فطبعا اصابتها في نص السيزون قعدنا برده وهي كانت معانا في كل الماتشات يعني هي كانها ما اتصابتش يعني معانا طبعا متواجده في كل الماتشات فالحمد لله قدرنا نتجاوزها بس ان شاء الله هنبقى اقوى كمان بوجودها يعني السيزون اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسرار الفرحه بقى هنا وتسليم الجوائز وان يعني السيزون كله بتاعنا تمام واللاعبات طبعا طبعا احنا عايزك تقولي اسامي التيم بقى بتاع سبورتينج اسامي التيم هم ما تنسي حد لا مش هديهم حقهم مش هقول لك احنا عندنا في الفريق احسن بوينت جارد في مصر تمام او في العرب او افريقيا الله في العالم ريم موسى تمام هي حاجه جامده يعني ما شاء الله. عندنا جينا حلمي هي ما شاء الله هي شوتر سم هي شوتر يعني ما شاء الله عليها يعني. عندنا نانا بقى اللعب السهل الممتنع يعني نانا ما شاء الله لعيبة حريفة جدا هي بتنزل يعني بتعمل كل حاجة وانت مش حاسس بس هي ما شاء الله يعني بتشيل كانت شايلانا جامد الصراحة جندي مجهول في الملعب يعني بالظبط. هالة طبعا هي روحي كانت يعني هي روح الفريق واحسن ديفندر في مصر ما شاء الله عليها برضو بس هي راحت الاهلي السنة دي يعني تمام. وعندنا مين تاني والمحترفة طبعا وعندنا طبعا اللعيبه بقى الناشئين بتوعنا هم الصراحه برضو كانوا يعني بيدولنا روح عاليه قوي وبيشجعونا دايما هم على طول على البنش واقفين مش بيقعدوا يعني هم دايما بيحمسونا جامد قوي روفي ونيفين وفريده خالد وهناء وهنا عبد العال وكان في فاطمه وملك وفريده خويصه في حد تاني سارة أسامة وطبعا منار بقى يعني احنا مستنيينها الصراحة ترجع السنة دي يعني هي أهم يعني من ما فيش حد زيها في مصر يعني مهما لعيبة شفتها في فرق تانية هي الصراحة ما حصلتش كانت ضربة يعني قوية قوي لما اتصابت في نص السيزن معنا. احنا طبعا يعني كابتن منار إيهاب نتمنى لك الشفاء إن شاء الله وترجعي بسرعة للملاعب ويعني لكل جواد كبوة زي ما بنقول ولكن يعني البطل بروح البطل بيرجع بسرعة وبيقدر انه يعمل كامباك كويس بالظبط. طيب كابتن دلوقتي هم اتكلموا عن زملاتهم طبعا مش موجودين معنا ولكن كنا نتمنى يكونوا معنا بصراحة بالزبط. ولكن طبعا عندنا طبعا الجهاز الفني بقى طبعا. وأصدقاء الكفاح طبعا هم أصدقاء وعايز أقول لك أنا في يعني أخوة وتناغم وتفاهم الحمد لله بينا جدا أنا دايما أقول أن هي المنظومة تمام. سواء إدارة النادي بصراحة المجلس اللي فات المجلس الموجود الحالي طبعا كل الدعم مش متأخرين عنها في حاجة لجنة كرة السلة اللي فاتت الحالية برضو معانا في كل ثانية الجهاز الفني بقى يعني مهما قلت مش هديهم حقهم دكتور أحمد إبراهيم أحسن مدرب بدني في مصر كابتن حسن غريب كابتن محمد جابر كابتنتنا الكبيرة الكابتن جنات السباعي طبعا لاعب وإداري وكل حاجة في نادي سبورتينج سيدات الجهاز بتاعنا بصراحة منتهى التفاهم وده سر النجاح طبعا الحمد لله يعني كلنا
بنتعاون مع بعض جدا جدا في كل حاجه، احنا بنشترك في كل قرار، ما عندناش حاجه حد بياخدها لوحده. الحمد لله ربنا يكرمنا ويزيدنا، احنا ماشيين في دي كويس قوي الحمد لله. ان شاء الله ربنا، يعني دايما التوفيق للمجتهد زي ما بنقول. كابتن هاجر، الدوري ونهائي الدوري البيست اوف فايف، طبعا دي الاصابه دي، احنا عايزين نتكلم على الاصابه دي. طبعا انت بتستلم الجائزه الكاس، كانت اصابه، كان ايه اللي حصل في ده؟ كان ماتش الكاس، ده فاينل الكاس، نهائي الكاس. لا جالي سبرين محترم كده الحمد لله، يعني ظبطني يعني الحمد لله. بعد كام دقيقه؟ 10 دقائق 12 دقيقه 30 شوط، يعني في اول كوارتر، في تاني كوارتر يعني. مثلا خدت سبرين محترم كده الحمد لله، بس عدت يعني. سواء الدكتور يعني لفف لها كده لفه وحقن بقى، واضرب مسكنات وانزل دكتور تأثير، ضربت السحر نزلني بعديها على طول يعني. كنت بس لعيب، كملت الماتش الحمد لله. ده حاجه مهمه جدا عندنا، نسيته ده، انت نسيت اهم حاجه، ده اهم حاجه عندنا السحر بتاعنا. رجع لك هاجر بعد ما كانت مصابه كابتن. كويس، هو رجع ناس كتير الصراحه، رجع وبيرجع الناس كلها الصراحه يعني. الاصابه ونزلت على طول، قصه لوحده ده طبعا. يعني زي ما الكابتن قال، المنظومه كلها بتبقى بالظبط. احنا عندنا اقوى جهاز فني في مصر الصراحه، يعني كلهم احسن في كل حاجه، يعني سواء الكوتش، سواء الكابتن حسن، سواء كابتن احمد ابراهيم، سواء كابتن جابر، كابتن جونو، تيسير، الناس دي كلها الصراحه هم كل واحد احسن حاجه في مكانه يعني. بالزبط. واحنا بقى كلنا بقى مع بعض، فبصراحه يعني الموضوع كان فارق قوي يعني. تمام. وروحهم كمان مع بعض، وروحت الجهاز معانا ومع اللعيبه، عيله يعني. دكتور تيسير ظاهره، مش حد عادي يعني. لسه بنتكلم عليه يعني، حاجه مختلفه، متواجد معانا في كل حته، جوه الملعب ورا الملعب، يعني مش يستاهل الواحد يقول اسمه، لا يستاهل. لا حاجات يعني، دكتور العلاج الطبيعي كل التقدير والاحترام، جزء من الفوز اكيد. طبعا طبعا، لعيب مصاب يقدر ان هو ياهله بسرعه وينزله الملعب في نص الماتش يعني. طبعا ده يعني بنقدمه كل التحيه طبعا. طبعا. طب كابتن، احنا في لعيبه مشيت عندك السنه دي؟ انا اهم حاجه طبعا هاله شعراوي. هاله طبعا، هاله طبعا هي حق مشروع لها انها تمشي، وان هي تشوف طبعا ايه الخير ليها او اللي هي شايفاه طبعا حسب ظروفها. انا عارف كمان عندها ظروف عائليه لازم تبقى موجوده في القاهره، فطبعا انا بشكرها وبحييها على الاثنين سيزون اللي عملتهم مع سبورتنج، خدت بطولتين دوري، وخدت معانا طبعا مشاركه معانا في الانجاز، ومهما قلت كلام مش هكفيها طبعا، هي حاجات كتير بالنسبه لنا، مفيش كلام. روح ودينامو لا، هي لعيبه كبيره بصراحه، سواء في النادي، في سبورتنج او في المنتخب. هاله شعراوي طبعا يعني طبعًا اسم كبير. فهي اكيد هتاثر معانا اكيد، هي طيب. طبعا فارقه معانا كتير. مجهز التعويض؟ بنحاول. طيب، ما هو ده بقى الايه اللي انا عايز اوصل له. بنحاول ان احنا يكون في بديل، مهما جبنا مش هيعوض وجوده، لكن بنحاول ان شاء الله يكون في حاجه كويسه كده تعوضنا شويه عنه ان شاء الله. تمام. طيب، وجهوا كلمه للجهاز الفني. انا يعني احب اقول كلمه للجهاز الفني. كلمتك الاول وبعد كلمتك. طيب. لا طبعا الجهاز الفني كله من بدايه، زي ما كانت اسرار لسه بتقول، وكابتن حورس، كلهم يعني، كابتن حورس من الباسكت، وطبعا حاجه على اعلى مستوى، وتمارين صبح وبليل وكل حاجه. الروح والاطمئنان، وان الواحد اللعيب على طول حاسس ان هو ما يتكلم معاه، بيحل المشكله هدوء، وكمان في الماتشات يعني ما اقدرش اوفيه حقه يعني. كابتن احمد ابراهيم من الجزء البدني كمان جزء نفسي يعني، انا معتبره هو دكتور النفساني بتاع الفريق، هو ده حقيقي. والجزء البدني هو مسؤول عن الناحيتين يعني، انا الواحد اي حد يجي يتكلم معاه يشوف ايه المشكله، الاثنين، هو بدني ونفسي يعني. انا مصنفاه وطبعا احسن مدرب بدني في مصر يعني، بفارق يعني، ما شاء الله عليه. دكتور تيسير فعلا زي ما بقول لحضرتك، هو بينزلنا في نص الملعب، احنا بننزل ما اعرفش ايه اللي بيحصل، بس بننزل على طول. الساحر يعني فعلا، هو لقبه الساحر. كابتن جنات دي اسطوره كره السله في نادي سبورتنج، مثل احنا كلنا نفسنا نبقى زيه يوم من الايام يعني. ف وكابتن جابر من احسن الاحصائيين، احسن ده نسبته كانت 99 في الفيبا يعني، حاجه ما شاء الله ما بيغلطش يعني. ف انا ناسي حد، كابتن حسن غريب
جابر يمكن بيعمل ستاتس وبيحلل معانا كمان الاداء يعني مش بس بيعمل احصائيات لا وبيحلل معايا مباريات كتير وبيشارك معايا في وكابتن حسن غريب يعني طبعا المدرب المساعد طبعا مدرب طبعا. محترم جدا وروح وكل حاجه يعني فجهاز فني يعني احنا نحصد عليه يعني طيب يعني والدليل واضح واضح يعني الصراحه يعني هم بيوصلونا الحق يعني احنا سواء مثلا قبل ماتشات الاكل مش عارف ايه هم كل حاجه بيظبطوها ان احنا بس خلاص احنا في الملعب ما فيش بقى ما بنفكرش في اي حاجه ما بنشيلش هم اي حاجه احنا بيوصلوا لحد احنا ننزل الملعب خلاص احنا بقى نلعب يعني ما اللي هو بيساعدونا في كل حاجه الصراحه ودايما في ظهرنا احنا كنا عيله كلنا يعني وما زلنا بس هو ده اللي كان فارقنا بصراحه طيب في حاجه كده دايما بقولها في الدوري خصوصا في البيست اوف 5 او البلاي اوف 5 جيم خمس مباريات انا بعتبرهم يعني هم يعني خمسه كوارترز خمس فترات مظبوطه كابتن صح الضغط اللي بيكون على اللعيبه وعلى المدرب في نهائي الدوري خمس مباريات عايز اكسب ثلاثه علشان اخد الدرع الدوري تمام الصعوبه هنا بقى الصعوبه هنا يعني بتكمن هل في عدد الماتشات او في تقنين الاحمال مع التدريب مع الضغط الفني والضغط التكتيكي والله انا شايف ان هو طبعا البيست اوف 5 ده انا شايفه نجاح انك تطلع الفرقه الجاهزه اللي فعلا تستحق البطوله حلو هو ده انا شايفه كده يعني ما ينفعش نهايه الدوري يبقى ماتش ولا ماتشين ما ينفعش حلو قوي لكن طبعا ده علشان انت توصل انك تحسم بطوله الدوري البيست اوف 5 ده لازم تكون جاهز بدنيا جاهز فنيا عندك تنويع في الهجوم والدفاع ما ينفعش مثلا تبقى بتلعب باسلوب هجومي واحد او اسلوب دفاعي واحد ما ينفعش انت بتلعب خمس ماتشات او اربع ماتشات او ثلاث ماتشات لو خدت 3-0 يعني فبرضه لازم يكون عندك اساليب مختلفه كمان عندك بديل كويس يعني يكون الناس اللي على البنش مستواهم كويس وده كان يمكن عندنا احنا مشكله فيه ان احنا البنش بتاعنا مش طويل زي الاهلي يمكن عنده بنش اطول شويه لكن احنا مدعمين بالصغيرين اكتر وعندنا شورتج في البنش شويه فكنت شايل هم الحته دي انت عشان توصل وتحسم البطوله لازم يكون عندك ده كمان حتى البديل كويس مش بس اللي في الملعب تمام. لا بديلك يكون كويس ومركز ومعاك في الاداء بتاعك يعني انا بتكلم بقى في البيست اوف 5 انت لازم يكون عندك خمس فرق من حيث ان انت بتعمل كل مباراه غير الثانيه بالظبط كسبت النهارده بطريقه زي ما حضرتك بتقول الماتش اللي بعديه لازم طريقه تانية خالص بالظبط مظبوط بالظبط فانت لازم يكون عندك خمس فرق الاصابات يعني. لما بتحصل كارثة. لازم تكون محضر سيناريو تمام. ازاي هتعالج الاصابه ومين اللي هتتصاب والبديل بتاعها مين لازم جدا تبقى محضر السيناريو ده يعني هو الجهاز الفني الواعي اللي بينجح هو اللي بيعمل سيناريوهات مختلفه لازاي هتمشي الماتشات للاخر تمام حتى مع يعني اهميه اول ماتش طبعا مهم جدا لكن حتى مع نتيجه اول ماتش برضو لسه انت عندك فرصه كبيره انك تحقق البطوله لسه بنتكلم في البيست اوف 5 واول لسه مباريات البيست اوف 5 الاهلي والاتحاد الوقت الاصلي انتهى خلاص 75-75 وفي اكسترا تايم يعني صعبه فعلا صعبه جدا جدا يعني ماتشات البيست اوف 5 كمان بتبين الجانب البدني وزي ما كابتن حرس لسه بيقول البنش لازم يكون فيه 12 لعيب جاهز احنا كنا شويه عندنا مشكله ان احنا فعلا يعني الفرق السن ما بين اللي في الملعب واللي على البنش كبير يعني مثلا اصغر مني ب 10 و 12 سنه فكاكسبيرينس ان هم يلعبوا ماتشات فاينل مش هيقدروا ممكن طبعا هينزلوا ويشاركوا بس مش هيصدوا تمام. مش هيقدروا فدي كانت عند الاهلي عنده 12 لعيب 14 لعيب جاهز ان هو ينزل في اي وقت وهي دي حسد ولا يعني لا والله ابدا انا الاهلي بحبه يعني ويزيد سبورتنج برضو لا انا بقول يعني لا هم عندهم يعني برضو قاعده الناشئين عندهم جامده يعني فعشان كده هم عددهم كتير هي فكرة في كده ومع بيعملوا صفقات برضو فبيبقى يعني عدد كويس ان هو يقدر يشيل في الماتشات عكس هنا مثلا ممكن يبقى عندنا مشكله في الحته دي فهي حصل كده شويه جاب ما بيننا وما بينهم في الموضوع ده بس احنا يعني قدرنا ان احنا نوفرها بصفقات برضو في تمام طيب اخيرا كده احنا عندنا دلوقتي دوري قوي وشايفين خامات كويسه جدا وشايفين لاعبات حتى بتلعب في دوري الجامعات الامريكي مظبوط تمام وانا شخصيا شفت منتخب مصر في بطوله وعلقت عليه حتى في بطوله افريقيا من كام سنه مش فاكر وانا في القناه الثانيه ولكن كان في حاجه عايز اتكلم فيها امتى هنوصل
للمستوى العالمي بقى. امتى امتى اللي عنده اللي عنده ايه قربنا حلو. احنا في احنا كل شويه بنعلى تمام. يعني كل ما يعني انا شايفه ان الاجيال القادمه يعني اللي هم زي احنا كنا الاول ما فيش منتخبات ناشئين. يعني ابتدى منتخب الناشئين ده على اول ما احنا بقيت ناشئه اللي هو منتخب 93 كويس. لو حضرتك بصيت من اول ما هو الاتحاد ما شاء الله شغال كويس جدا وانس ان احنا عملنا منتخبات ناشئين وبقى الناشئين دول بيسافروا بره وبيحتكوا بلعيبه قويه انت كده راح ترجعهم منتخباتهم. يعني انا شايفه منتخب يعني يعني في المنتخب طالع وانا شايفه ان كمان سنه سنتين هنبقى ممكن بننافس على الفاينل افريقيا وكاس عالم والكلام ده. يعني ان شاء الله مش فاينل كاس عالم بس يعني ستيب باي ستيب ان احنا ممكن نوصل لافريقيا وبعد كده من افريقيا ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل. يعني مثلا منتخب نيجيريا كان ما كانش من اقوى الفرق في افريقيا دلوقتي بقى من اقوى الفرق بسبب ان هو بقى عنده ناس محترفه في كل حته. يعني تمام واتمنى ان شاء الله باذن الله كده زي ما شايفين فرق قويه وفي فرق بتنافس في الدوري بشكل قوي ان شاء الله طبعا نشوف منتخب مصر قوي ينافس. يعني انا دايما بحط سقف طموح عالي ينافس على بطولات العالم ودورات الالعاب الاولمبيه. في النهايه بشكرك كابتن محمد محروس بشكرك جدا بشكر الكابتن هاجر كابتن اسرار والف الف مبروك على الثلاثيه الدوري والسوبر وال وانت موعدني ان دايما مع كل بطوله معايا ان شاء الله باذن الله باذن الله والتوفيق دايما. واعزائي المشاهدين بعد هذه الحلقه لا يسعد الله اشكركم تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.